بهذه القصابة يجد مقتنو لحم الحصان ملاذهم. بكل عناية يقوم الجزار بتقطيع شرائح لحم الحصان وتحضيرها ليستقبل زبائنه الذين اعتادوا على هذا المكان. أنا بريسون عندي لوجيس كوميرس تاع لافيون شيفالي، عندي تسريح في مذبحة تاع الحراش، اون بليس عندنا حنا ماكينيون، حنا نجيبو العواد نجيبو محيين نشريوهم، ومن بعد ندوهم عندنا كوري، ندوهم الباطوة تاع الحراش، يذبحوا تما، جوز الفيتينار صباح، تشوف اللحم تروليه، تعطينا السيرتيفيكا تاع بون سونتي تاع العود. عواد اون بون سونتي، عواد دي فوا دي بول، عواد صغار، دي فوا عواد كبار، سا ديبو على حسب الخدمة. عندنا ستاك 130 ألف كيلو. و ديغريسيا هبره ديريكت لا فيونداشي جاري بوترين دير 100000 الكيلو. النظافه واحترام معايير الحفظ اهم شرط لضمان جوده وسلامه لحم الحصان، الامر الذي يستقطب العديد من المستهلكين من شتى الفئات، فمنهم المريض والرياضي وحتى الاشخاص السليمين. مليح ما فيش كوليسترول، مليح الانيمي، لا فيه البروتين، صحاب اللي يديروا حديد، اللي يديروا سبور كاع مليح. بالك عندي واحد 3 ولا 4 سيمانه ملي ديكوفريتو، شحال نحوس من نشري. انا عندي الدار، عندي المدام عندها شويه لانيمي، الور الطبيبه قالت لازم تاكلي شويه لحم العود، الور شاك سيمانه نجي ندي شويه مرقاس شويه فيونداشي، وانا اللي ما عنديش لانيمي ومع الاول شغل عفتو لا بريميور فوا، من بعد كي فوليت ناكل مع الدار شويه شويه، ما بنتي صغيره تاكل، جيت ما كانش اوكين ديفيرونس. بنا مليحة وتوفى بيان الحمد لله. لا بروف ها بروف اني نشري ما حتى اشكال. المختصون في التغذية يلحون على القيمة الغذائية العالية للحم الحصان مقارنة بلحم البقر أو الغنم، إضافة إلى توفره على عنصر الحديد الذي يساعد مرضى فقر الدم على الشفاء. هو غناء بالحديد، هو منخفض السعرات الحرارية إذا ما قارناه بلحم البقر، هو يحتوي على نسبة أقل من الدهون والكوليسترول، غني بالفيتامينات، يحتوي على فيتامين B3 B6 B12، يحتوي أيضا على الزنك، يحتوي على السيلينيوم. كاين الناس يحبوا يستهلكوه بشكل دوري، ولكن في محاذير في استهلاك لحم الحصان. دوك احنا انا نبدالك هو موجه خصوصا لمرضى فقر الدم، ممكن موجه للاطفال في مرحله النمو، يكون عندهم مشاكل ثاني فقر الدم، نقص الحديد، للمراه الحامل، ايضا ممكن للرياضيين لان فيه نسبه بروتينات عاليه نسبيا نسبه للمصادر البروتينات الاخرى. الفوائد الصحية التي لا تعد ولا تحصى للحم الحصان تشجع على اقتنائه، شريطة اختيار المكان المناسب لشرائه وضرورة طهيه جيداً لتفادي أي مضاعفات على صحة المستهلك.